إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. قارئتنا في حلقة اليوم هي ليلى بنت سعيد الخاطري، البالغة من العمر 17 عاما. ليلى رئيسة الإدارة الطلابية ورئيسة نادي اللغة الإنجليزية بمدرسة الحيال للتعليم الأساسي. هي الآن في الصف 11، وعندما كانت في الصف 8 كرمت لتفوقها في مسابقة التنمية المعرفية على مستوى السلطنة. القارئ الصغير، مرحبا ليلى. أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت ما شاء الله كرمتي، يعني طبعا شاطرة في المدرسة وأيضا عندك مواهب متعددة. رئيسة الإدارة الطلابية؟ نعم. يعني إيش رئيسة الإدارة الطلابية؟ رئاسة الإدارة الطلابية تحتاج إلى قيادة، فأنا بفضل المعلمين في المدرسة شجعوني على هذا الشيء. أنت قيادية؟ بالفعل. أها. فنظرا لتحدثنا عن هذا الموضوع، أحب أن أوجه الشكر الجزيل للأستاذة علياء الكلبانية لإصرارها على تولي هذه السنة في قيادة الإدارة الطلابية. هي أصرت أنك أنت تتولي؟ أيوة. ليش أصرت؟ نظرا لثقتها العالية بي، وأيضا ترى في أنني يمتلك المهارات القيادية. المهارات القيادية. طيب يعني إيش تعمل أنت كرئيسة إدارة طلابية؟ هي عبارة عن حلقة نقاشية أديرها، أقوم بطرح موضوع معين، أحدث الطلاب عن موضوع معين، يعني كنقاش بيننا. ممتاز. واللغة، نادي اللغة الإنجليزية، أيضا أنت رئيسة نادي اللغة الإنجليزية. نعم. أنت ما شاء الله رئيسة كل شيء. يعني أنت شكلك شخصية قيادية وأيضا متفوقة. نعم. شاطرة في اللغة الإنجليزية. نعم. كم جايبة؟ عندما كنت في الصف التاسع حصلت على 97%. ما شاء الله. لكن شوية نظرا يعني لصعوبة الاختبارات في الصف العاشر نقص معدلي إلى مستوى B. أقل من 90. نعم. لكن بإذن الله أطمح هذه السنة للحصول على نسبة عالية في الصف 11. إن شاء الله. وأنت تحب الكتب، الكتب التنمية الذاتية ولا كتب دينية ولا إيش بالضبط؟ في الغالب أميل لقراءة الكتب الأدبية، كذلك أقرأ بعض الكتب الدينية. إيش الكتب الأدبية اللي قرأتيها؟ تقريبا كتاب أمراء الشعراء. قرأت بعض كتب المعلقات. وحفظت أجزاء منها. حفظت أجزاء من المعلقات؟ نعم. كمعلقة طرف ابن العبد. حافظة شيء منها؟ نعم. ممكن تسمعين؟
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم غدا إن متنا أينا الصدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. جميل، رائعة، يعني ما شاء الله حافظة يعني الأشعار الجاهلية. والأشعار الحديثة ما تحفظ شيء منها؟ لا، يعني أنت تحب الشعر القديم أكثر. الشعر الجاهلي أكثر. ممتاز. ومع ذلك أنت ما اخترتي لكتاب شعري أو كتاب أدبي، اخترتي كتاب رحمة المنان في بلوغ الجنان، صح؟ نعم. ليش هذا الكتاب؟ أول شيء طبعا هذا الكتاب لصبحي عطاطرة. نعم بالفعل. ليش اخترتي لهذا الكتاب؟ نظرا لما أراه في العصر الحاضر من مظاهر ضياع يعيشها بعض شباب الإسلام، وكذلك جرأة على اقتراف الآثام والذنوب، فمن انغمس في الرذيلة في عصرنا الحاضر ابتلي بالقنوط من رحمة الكريم العلام. لذلك يعني هذا الكتاب عن إيش؟ يتكلم عن الرحمة، وأيضا أسماء الله تعالى الحسنى، وصفات المؤمنين الموعودين بدخول الجنة وأعمالهم. فأنصح كل شخص أن يقرأ هذا الكتاب نظرا لما أراه من جرأة على اقتراف الآثام والذنوب في عصرنا الحاضر، وكذلك مظاهر ضياع يعيشها بعض شباب الإسلام. فالإنسان إذا انغمس في الرذيلة ابتلي بالقنوط من رحمة الكريم العلام. لذلك أيضا الكاتب قام بتسطير كتابه ليشحذ به همم الأنام. جميل. وأنت تقرأي أيضا باللغة الإنجليزية؟ نعم. عشان كذا اخترتي لي أيضا كتاب كلمني عن النبي محمد. إيش اسمه بالإنجليزي بالضبط؟ Tell me about the Prophet Muhammad, peace be upon him. من المؤلف؟ سانيا ساني خان. ساني سانيان خان. هيو. جميل. إيش يتكلم؟ أنا إيش يتكلم؟ يعني ممكن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية طبعا. This book introduces you to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and helps you learn about his life, discover the Prophet Muhammad, peace be upon him, life from his birth to prophethood, follow in his footsteps, live in the way he spent his life, know the Prophet's mission, discover the message of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and help others to know it. نعم، تشرحي لي الكتاب باللغة الإنجليزية. ايش قلتي في هذا الشرح باللغه العربيه؟ يعني ايوه، عن ايش يتكلم هذا الكتاب؟ يتكلم بشكل عام عن حياه الرسول صلى الله عليه وسلم من ميلاده وحتى وفاته، بالاضافه الى المهام التي قام بها في حياته، ايضا خطوات النجاح التي حققها كي يدعو الى الاسلام. جميل. يشجعونك على القراءه في البيت؟ نعم. من يشجعك؟ اخص طبعا بالذكر امي الغاليه التي كانت وراء تفوقي ونجاحي في هذه الحياة. وانت بديت القراءة من الصف الخامس خبرتيني؟ نعم. وما زلت مستمرة لأن انت في الصف الحادي عشر، صح؟ نعم. ممتاز. انت أيضا مشاركة في حفظ القرآن الكريم؟ نعم. في مسابقة؟ أيوة. مسابقة على مستوى المدرسة أو المحافظة؟ كنت على مستوى المدرسة، بس إن شاء الله هذه السنة على مستوى المحافظة. بتشاركي بأي جزء بالضبط؟ أربعة أجزاء، جزء تبارك وجزء عمة، بالإضافة إلى جزء قد سمع. ثلاثة أجزاء. جميل. وإيش بتسمعيني؟ سورة الطور. جميل، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف
صدق الله العظيم، ممتازة يا ليلى. إيش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ بإذن الله أتمنى أن يكون طبيبة جراحية. طبيبة جراحية؟ ليش طبيبة؟ لكل شخص في هذه الحياة طموح، ميول، قدرات، فأنا دائما أجد ميولي وقدراتي في الطب. يعني أنت شاطرة في المواد العلمية؟ الحمد لله. في الأحياء كم جايبة؟ بالسنة الماضية حصلت على 98%. ما شاء الله، عشان كذا أنت الآن في الصف 11؟ نعم. والسنة الجاية إن شاء الله 12؟ إن شاء الله. وبعد ما تخلص 12 ناوي تروح كلية الطب؟ نعم. ممتاز. وإيش الحكمة اللي تؤمن بيها؟ ألم مؤقت من أجل متعة دائمة. جميل. طبعا هي شارحة نفسها هذه الحكمة، لكن أنا أطلب منك تشرحيها زيادة. كان لهذه الحكمة أثر كبير وواقعي على حياتي. ففي فترة الاختبارات طالما تجد أنه الطالب المجتهد يجد ويجتهد كي يحصل على الدرجات العالية، فبالنسبة لي الجد والاجتهاد أثناء فترة الاختبارات كآلام ومعاناة أعانيها حتى أحقق طموحي وأهدافي. فكل طالب جد واجتهد سيحقق بعد ذلك مراده، فهذه هي المتعة الدائمة. ممتاز، أنت رائعة يا ليلى. إذن شكرا جزيلا لك ليلى بنت سعيد الخاطري، البالغة من العمر 17 عاما، من مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي بولاية عبري. شكرا لك. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.